تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور شخصيات محلية وإقليمية وعالمية. تنطلق غدا فعاليات النسخة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي. دعونا نحلق معكم برفقة كاميرا أخبار الدار إلى مركز إكسبو الشارقة، حيث يتواجد زميلنا عبد السلام الحمادي ليطلعنا أكثر عن تفاصيل هذه النسخة. أهلا بكم. دروس الماضي، تطلعات المستقبل، شعار النسخة الاستثنائية الجديدة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، شعار يتوج به المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مسيرة نجاح 9 أعوام. واليوم ها نحن نقف على أعتاب انطلاق النسخة العاشرة الاستثنائية من المنتدى، والتي سنتحدث عنها رفقة سعادة طارق علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. مرحبا بك سعادتك. حياك الله. قبل ساعة من انطلاق هذا الحدث، ما مدى الجاهزية هنا في إكسبو الشارقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم اليوم في موقع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في إكسبو الشارقة. مثل ما احنا نشوف اليوم الاستعدادات على قدم وساق، خلينا نقول الاستعدادات كلها إن شاء الله سوف تكون ممتازة ومهيئة لاستقبال أكبر عدد ممكن من الضيوف. مثل ما احنا شايفين تم تقريبا الانتهاء من الاستعدادات النهائية، التحضيرات، المنصات اللي بتكون إن شاء الله تبرز مكانة إمارة الشارقة في تنظيم الفعاليات الكبرى. مثل ما احنا عارفين موضوع منتدى الاتصال الحكومي موضوع مهم ومتجدد وأيضا متنوع، حاولنا احنا ننوع الموقع بالتنوع اللي احنا نقصده في هذا العام من حيث ورش عمل، منصات تفاعلية، وأيضا القاعات الرئيسية، وأيضا الخدمات اللي موجودة ونوفرها للضيوف بشكل عام. هناك إضافة جديدة في المنتدى والحديث عن المنصات التفاعلية، حدثنا عنها. في هذا العام في الحقيقة نحن استحدثنا أكثر منصات جديدة. خلينا نتكلم عن منصات، على سبيل المثال منصة نتحدث، منصة نتواصل، كل هذه المنصات من مسمياتها من الاتصال الحكومي، لذلك احنا اليوم نستقطب أيضا متخصصين في مجال الاتصال الحكومي أو الحكوميين خلينا نقول في منصة نتحدث، أيضا منصة خاصة للأكاديميين والطلاب، هناك أيضا منصة مثل ما ذكرنا منصة تواصل خاصة للإعلاميين والمؤثرين في مجال التواصل الاجتماعي والشباب بشكل عام. سعادتك، ما هي أبرز المحاور التي سيناقشها المنتدى؟ في هذا العام المحور الرئيسي في النسخة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي دروس الماضي تطلعات المستقبل. هذا الشعار في الحقيقة استنبطنا من العديد من المحاور الرئيسية، نطرح من خلال هذا المحور العديد من الأسئلة. هل الأدوات المستخدمة في مجال الاتصال الحكومي السابقة هل تصلح للمرحلة القادمة؟ العشر سنوات اللي مرينا فيها في الفترة الماضية 10 سنوات ممكن مهمة في مجال الاتصال الحكومي، استفدنا من الكثير في مجال الاتصال الحكومي، هل الأدوات والمناهج المستخدمة تصلح للمرحلة القادمة؟ احنا في الحقيقة أيضا هناك أسئلة كثيرة ومحاور مهمة سوف تطرح في المنتدى خلال يومين، على سبيل المثال أيضا التأثير على الجمهور وكيفية التأثير على الجمهور وأنواع الخطابات وأيضا الأدوات مثل ما ذكرنا المستخدمة في الإعلام والاتصال الحكومي. من أهم المحاور أيضا الإشاعات وتأثيرها أيضا على الجمهور وأيضا استخدام الصور الموجودة في وسائل الإعلام، فكل هذه المحاور إن شاء الله سوف تطرح في المنتدى. بلغة الأرقام، لو تطلعنا عن أبرز ما سيقدمه المنتدى؟ في الحقيقة نحن دائما نستقطب مثل ما ذكرنا أهم المتحدثين من مختلف دول العالم. لدينا في هذا العام 79 مشارك من مختلف دول العالم متخصص في مجال الاتصال الحكومي من 11 دولة. لدينا أيضا 5 خطابات ملهمة، 7 جلسات حوارية، وأيضا 12 منصة تفاعلية، وهناك أيضا العديد من شركاء النجاح في هذه النسخة، تقريبا 15 جهة داعمة للمنتدى. حدثنا عن أبرز الجلسات الحوارية. خلنا ندعوكم لمشاهدة القاعة الرئيسية اللي بيكون فيها إن شاء الله الجلسات، ونطلع على التجهيزات بالمرة وأيضا على العناوين الجلسات. Thank you.
هذا إن شاء الله مكان الجلسات الرئيسية، يمكن بعض التحضيرات بعدها مو جاهزة بشكل نهائي، لكن هاي القاعة إن شاء الله تسع لأكثر من 400 شخص ومع التباعد الجسدي، وإن شاء الله بتكون فيها موضوعات متنوعة. من أهم الجلسات الرئيسية اللي بتكون هني نظرية المؤامرة، هل هي نظرية المؤامرة المقصود بها يعني الوسائل الإعلام المستخدمة أو الإعلام الموجه خلينا نقول. هناك ايضا عناوين مهمه سوف تطرح في هذه المنصه. من اهم ايضا الجلسات الرئيسيه اللي بتكون في هذه القاعه جلسه بعنوان ادوات الاتصال الحكومي، هل لا تزال نافعه للغد؟ وايضا هناك جلسات اخرى في الايام اليوم الثاني، مناعه الوعي الجمعي المنهجيه والتاثير وكيفيه التاثير على الجمهور بشكل مباشر. ايضا هناك جلسه مهمه، من يحدد قواعد اللعبه؟ منصات التواصل الاجتماعي أم صناع المحتوى؟ فلذلك هذه الجلسات يمكن مؤثرة بشكل مباشر في الإعلام والاتصال الحكومي. وأيضا هناك جلسة جدا مهمة تتعلق بالمحتوى الترفيهي، إن شاء الله تكون هذه الجلسات مفيدة للحضور، وأيضا مثل ما ذكرنا بالإضافة إلى الجلسات الجانبية خارج هذه القاعة. سعادتك، ما هي أبرز الأسماء المشاركة في المنتدى؟ في الحقيقة عدد المشاركين في هذه النسخة 79 مشارك من مختلف دول العالم. أبرز هؤلاء المتحدثين صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وأيضا معالي الدكتور نايف الحجرف الأمين عام مجلس التعاون الخليجي، والعديد من الشخصيات المهمة من وزراء، من مسؤولين، وأيضا من إعلاميين متخصصين في مجال الاتصال الحكومي. إذن هي نسخة استثنائية بحق، ليس لتنظيمها في ظل هذه الظروف، بل بما تضمه من مواضيع وقضايا مختلفة في شتى المجالات. والآن عودة إلى استديو الأخبار.